اهلا بيكم واهلا بقناة النادي الاهلي، واهلا وتحياتي لحضراتكم ولكل اعضاء الجمعية العمومية. برنامج النادي الاهلي احنا ملتزمين بيه من ساعة ما مجلس الادارة قبل ما يبقى موجود عمل برنامج. البرنامج ده المجلس الحمد لله نجح، ابتدينا ننفذ هذا البرنامج طبقا لما هو موجود، واحنا بنتابع تقريبا يوميا. احنا النهارده تقريبا بننفذ كل ما هو موجود خلال الفترة دي، خلال 6 شهور في البرنامج ماشيين فيه بنظام كويس. احنا بالنسبه لذوي الاحتياجات تم توفير مدربين والعاب اخرى، وتم اعفائهم من كافه المصروفات. بالنسبه للانشاءات عندنا ابتدينا شغل في السور وماشيين فيه بمعدل كويس جدا. بالنسبه للكريز ووتر في المنطقه الترفيهيه حمام السباحه شغالين بمعدلات كويسه جدا، ان شاء الله بنستلمها في شهر 12. نفس الكلام بالنسبه للفود كورت اللي هو امتداد او الاكستنشن بتاع الحديقه الرئيسيه، ان شاء الله شغالين كويس جدا، وان شاء الله برضه ميعادها في شهر 12. بالاضافه الى عمليه التطوير اللي جاريه في حمامات والتواليتات اللي هي ما كانتش دخلت في التطوير في المرحله السابقه، فاحنا دلوقتي شغالين فيها وبتنتهي خلال ايام ان شاء الله. فبالنسبه للغرف خلع الملابس بتاعت الملاعب الهاندبول شغالين فيها وهنستمر فيها، فاحنا ماشيين بالمعدلات. اما بالنسبه للبرنامج العائله برضو احنا عندنا الاهتمام بكبار السن الرواد، فاحنا حاليا بنجهز العياده، الاداره النسائيه بتجهز العياده بتاعت العلاج الطبيعي وعلاجه خاصه بكبار السن علشان نبتدي ان شاء الله في موضوع علاج كبار السن، وده طبقا للبرنامج الموجود في عائله النادي الاهلي. طبعا انا يعني يمكن متواجد من فتره في النادي، هذا الموسم لم اشاهد ولم ارى هذا العدد الغير مسبوق، وده نتيجة حاجتين اعتقد: نتيجة الخدمات اللي بتقدم للسادة الاعضاء والاهتمام بالسادة الاعضاء، وطبعا نتيجة الظروف اللي الناس النهاردة كلها تقريبا جوه النادي، بتيجي جوه النادي لظروف خاصة بيهم يعني. فانا عندي اعداد غير مسبوقة هذا الموسم، وربنا يقدرنا ان احنا نوفر الخدمات للاعضاء، وان شاء الله باذن نكون على قدر المسؤولية ونأدي دورنا إن شاء الله بما يرضي طموح المجلس ورضاء السادة الأعضاء. ندم طبعا لتوجهات المجلس، طبعا احنا بنشتغل ونتواجد في مع الأعضاء، لأن الإدارة مع الأعضاء هم النادي الأهلي، فلازم يكون تواجد باستمرار معهم. بنعرف رأيهم إيه، بنعرف طلباتهم إيه، بنعرف أخطائنا إيه، احنا برضو لنا أخطاء ولنا ممكن يكون عندنا قصور، بنقدر نعرف هذا الكلام، بنتعامل مباشرة مع العضو علشان نبتدي نعرف مشاكله ايه ونقدر نحلها ان شاء الله، بحيث ان نقدم احسن خدمه للساده الاعضاء. كل اعضاء النادي الاهلي اعضاء محترمين، اعضاء عندهم انتماء للكيان وهو النادي، وبالتالي وفي تواصل ما بين الاداره وما بين الاعضاء. عندنا في مجهود غير مسبوق بيبذل من اداره الامن واداره الخدمات من اداره الصيانه من كافه الادارات، ومجرد الساده الاعضاء ما بيحسوا بالامان ان اولادهم في موجود امن في مكان كويس في مكان محترم، فبيبتدوا هم يتواجدوا ويسيبوا اولادهم، وده شغلنا ان احنا نتواصل مع اداء ونقدم لهم افضل خدمه بحيث العضو يبقى راضي عن ادائنا خلال ان شاء الله الفتره القادمه ان شاء الله. طبعا احنا حته موضوع المراوح اللي هي المائيه ديت حطيناها، ودي يعني الاعضاء استحسنوها. بالاضافه ان ابلغ سيادتك ان احنا النهارده ركبنا الشاشه العملاقه وهتبتدي تشتغل من النهارده ان شاء الله، وده حصري بقى للبرنامج. انا اللي بشكر الساده اعضاء النادي الاهلي على ان هم وثقوا فينا ومقدرين مجهوداتنا، ودي بترفع معنوياتنا ومعنويات المرؤوسين، وان شاء الله بنوعدهم اداء الافضل خلال الفتره الجايه ان شاء الله.